بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. هذا في نسخة هكذا. في نسخة أخرى باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني نسخ مختلفة للكتاب. ذكر إبراهيم البادوري باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، أي باب بيان الأخبار الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يمينه. وفي بعض النسخ باب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يتختم في يمينه، هكذا نسخة ثانية. وفي نسخ وفي نسخة باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ثلاثة نسخ. والقصد من الباب السابق، فإذا هذا تختم والذي سبق خاتم. ما الفرق بين البابين؟ القصد من الباب السابق بيان حقيقة الخاتم وبيان نقصه. ومن هذا الباب، يعني القصد من هذا الباب بيان كيفية لبسه. وفي الترجمة شعار بأن المؤلف يرجح روايات تختمه في يمينه على روايات تختمه في يساره. ورد يعني كلاهما، تختمه في يمينه تختمه في يساره. كذلك سيأتي في الكتاب أن الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، وذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لفعله في بعض الأحيان كما قال يعني الشراح. إذن هكذا، ومع ذلك الأولى أن يتختم في اليمين. وبه وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي رضي الله عنه وعبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال أخبرنا يحيى بن حسان رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن بلال رضي الله عنه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر رضي الله عنه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين رضي الله عنه عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن الصالح رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن وهب رضي الله عنه سليمان بن بلال رضي الله عنه شريك بن عبد الله بن أبي نمر رضي الله عنه نحوه، يعني كان يلبس خاتمه في يمينه. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا يزيد بن هارون رضي الله عنه عن حماد بن سلمة رضي الله عنه قال رأيت ابن أبي رافع رضي الله عنه يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وفي هذا أيضا تختم في اليمين. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن نمير رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن نمير رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن الفضل رضي الله عنه
عن عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن ميمون رضي الله عنه عن جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطب في يمينه. وهكذا خمسة أحاديث. ثم أيضا سيأتي. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي رضي الله عنه قال حدثنا جرير رضي الله عنه عن محمد بن إسحاق رضي الله عنه عن السلت بن عبد الله رضي الله عنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا قول من؟ قول السلت بن عبد الله. وقال كان ابن عباس يتختم في يمينه ثم قال ولا إخاله إلا قال. ولا إخاله يعني إخاله أو أخاله بكسر الهمزة في الأشهر الأفصح وبفتحها بلغة. لا إخاله يعني لا أظنه. معناه هذا لا أظنه إلا قال. لا أظن ابن عباس إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن أيوب بن موسى رضي الله عنه عن موسى رضي الله عنه عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل خصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه. نعم. هكذا في اللبس هكذا كان يفعل. جعل فصه مما يلي كفه يعني إلى باطن كفه وهو يعني لبس جعل إلى ظاهر كفه أيضا في بعض الأحيان. نعم. جعل فصه مما يلي كفه وفي رواية لمسلم مما يلي باطن كفه هكذا في رواية رواها مسلم رضي الله عنه في صحيح. فهي تفسير للأولى يعني مما يلي كفه معناه مما يلي باطن كفه. وعورل هذا الحديث بما رواه أبو داود من رواية السلت بن عبد الله قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وقال هكذا ثم وجعل فصه على ظهرها قال ولا إخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. فإذا جعل فصه على ظهر الكف وقد يجمع بما قاله الزين العراقي من أنه وقع مرة هكذا ومرة هكذا بل الأحيان يجعل خاتمه إلى باطن كفه فص خاتمه إلى باطن كفه ببعض الأحيان إلى ظاهر كفه. ثم قال ورواية جعله مما يلي كفه أصح وهو الأفضل. نعم. ما هو وجه جعله إلى باطن كفه؟ قال النووي قال الإمام النووي رحمه الله وجهه أنه أبعد عن الزهب والعجب وبأنه أحفظ للنقش الذي فيه من أن يحاكي أو ينقش مثله أو يصيبه صدمة أو عود صلب فيغير نقشه الذي اتخذ لأجله. هكذا يعني حكمة لجعله إلى باطن الكف هذا لحفظ النقش أولا.
عن المحاكاة وعن العفة وكذلك أبعد عن الزهو والعجب. ثم ما معنى قوله ونهى أن ينقش أحد عليه أي مثل نقشه، ينقش أحد على خاتمه مثل نقشه صلى الله عليه وسلم وهو محمد رسول الله، هذا منهي. ولو كان للتبرك بعض المتصوفة ينقشون في خواتمه هذا النقش محمد رسول الله، هذا منهي في الحديث. نعم. كما يدل عليه رواية البخاري أن أنس رضي الله عنه اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش به محمد رسول الله فقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت به محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. ثم والحكمة في النهي عن ذلك أنه لو نقش غيره مثله لأدى إلى الإلباس والفساد. لكن هنا روي من أن معاذ رضي الله عنه نقش خاتمه محمد رسول الله وأقره المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا، لكن بعد ذلك معاذ رضي الله عنه نقش وأقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ماذا يقال عنها؟ فهو غير ثابت، وبفرض ضبوطه فهو قبل النهي. يعني معاذ رضي الله عنه نقش خاتمه بهذا النقش محمد رسول الله، متى كان هذا؟ قبل النهي. ويظهر كما قال ابن جماعة وزين العراقي أن النهي خاص بحياته صلى الله عليه وسلم أخذا من العلة، يعني الإلباس. نعم. فإذا لو ذكرنا بقولهما، يعني ابن جماعة الزين العراقي فلا يكره في زماننا، فليس بمنهي في زماننا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل رضي الله عنه عن جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتخطمان بيسارهما، كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتخطمان في يسارهما. لماذا تخطما باليسار؟ اتباعا له صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كان اتباعا، فإنه صلى الله عليه وسلم فعله في كثير من الأحيان. فإذا ماذا أراد المصنف بنقل هذا الحديث؟ هو روى كثير، أخرج كثيرا من الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطم في يمينه، ذلك هو يرجح هذا، يقول بأفضلية لبسه في اليمين. مع ذلك ماذا أراد بهذا الحديث؟ يعني حديث الحسن والحسين أنهما يتخطمان بيسارهما، ذكر ابن حجر رحمه الله. وقصد المصنف سياق هذا الأثر في هذا الباب مع أنه ضد الترجمة، ترجمة هكذا كان يتخطم في يمينه، هذا الحديث ضد الترجمة، قصده قصد بيان أنه لا يحتج به على الأفضلية في اليسار. لماذا؟ للأحاديث المعارضة له، هناك سبق أحاديث عديدة كلها معارضة لهذا الحديث، وإن كان في التخطم باليسار اتباع، لكن ما هو الأفضل؟ على اليمين، فيه أيضا اتباع، وإن صحت أحاديث توافقه، لأن تلك أكثر وأشهر إن صح أيضا من هذا الوجه، وإلا فقد صح من طريق أخرى. نعم. إذا لم يذكر يعني المصنف في التخطم باليسار إلا هذا الأثر من غير زيادة، وقد جاء في بعض طرقه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينقل هذه الرواية، لم يخرج هذه الرواية
في التي بها رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زياده ابي بكر وعمر وعلي. فاذا كان الحسن والحسين وابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم كانوا يتخطمون في يسارهم. هكذا روايه رواه ابو الشيخ في الاخلاق والبيهقي في الادب، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتخطمون باليسار. اذا فيه كان رسول الله، وقصد المصنف بسياق هذا الادب في هذا الباب مع كونه ضد الترجمه التنبيه على انه لا يحتج به وان صحت رواياته، لان تلك اكثر واشهر، يعني اليمين هو اكثر واشهر. نعم، كان ينبغي تاخير الاثر عن باقي احاديث الباب لا يحسن الوصول به بينها. نعم، هذا مساله اخرى. ثم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عيسى رضي الله عنه هو ابن الطباعي قال حدثنا عباد بن العظام رضي الله عنه سعيد بن ابي عروبه رضي الله عنه قتادة رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس. فاذا هناك تفرد وغرابه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه. نعم، هذا في هذا السند. نعم، وروى بعض أصحاب قتادة رضي الله عنه عن قتادة رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. فإذا هذا لبسه الخاتم في يساره لم يصح عند المصنع. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم رضي الله عنه موسى بن عقبه رضي الله عنه نافع رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه بيمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا البسه ابدا فطرح الناس خواتيمهم. نعم، فإذا متى كان هذا؟ هذا كان يعني قبل تحريم الذهب. ثم إذا عند تحريم الذهب تركه طرحه وقال لا ألبسه أبدا. فإذا الناس أيضا تركوا هكذا خاتم ذهب تبعا له صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق الليل ويتناول النهي جميع الاحوال فلا يجوز لبس خاتمه يعني خاتم الذهب لمن فاجاه الحرب اذ لا تعلق له بالحرب بخلاف الحرير. الحرير يجوز لحاجه الحرب. نعم، قال ابن حجر رحمه الله لبس خاتمه اتخذ خاتما من ذهب ولبسه بيمينه. متى كان هذا؟ قبل تحريم الذهب على الرجال. ومناسبته للترجمة ظاهرة لأنه إذا كان جائزا فحينئذ فقد آثر به اليمين فكان موافقا لأحاديث التختم باليمين فطرحه. هذا هو الناسخ لحله مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد أخذ ذهبا وحريرا بيده فقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ثم باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ فيما بعد إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.